شكرا لكم زملائي في الاستديو، واسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاعزاء، متابعي برنامج صباح الشارقه، وايضا متابعي فقره سوق الجبيل. حياكم الله ويانا اليوم في جوله رائعه وجميله صباحيه من قسم الالوان، قسم الروائح الطيبه، قسم الخضروات والفواكه. بنستعرض ان شاء الله في وياكم اليوم المحلات الموجوده عندنا وشو يقدمون من الخضروات والفواكه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك بي؟ الحمد لله. طيب، شو اسمك؟ محمد راشد. محمد راشد، تعال محمد ورا شويه، بارك الله فيك. خلينا نبدا وياك اليوم بسعر الطماطم اليوم، الكيلو على كم؟ كيلو 3 دراهم. 3 دراهم لكيلو الطماطم اليوم عندنا مشاهدينا الاعزاء، وايضا اسعار الصناديق كم بيكون اليوم؟ 15 درهم. 15 درهم، كم كيلو؟ 7 8 كيلو؟ 7 كيلو ونص. 7 ونص تقريبا من الوزن اللي نعرفه دائما بالنسبه لصناديق الطماطم مشاهدينا الاعزاء اللي نشوفها وياكم الان على هذه الشاشه. عندنا الصندوق فيه 7 ونص كيلو تقريبا على 15 درهم اليوم سعر الكيلو. وعندنا هني ايضا اليوم الفراوله 10 درهم. 10 درهم الفراوله الان ما شاء الله من فتره، واحنا نص كيلو ننقل لكم هذه الفقرات الجميله من سوق الجبيل مشاهدينا الاعزاء. الفراوله ما شاء الله متوفره في عدد كبير من المحلات، وايضا سعرها نزل، قبل كانت الاسعار شوي غاليه، لكن الان الاطباق على 10 الى 8 دراهم تقريبا على حسب ما تبون من الكميات. وعندنا طبعا انتاج هذا مصر، هذا من مصر؟ مصر. نعم، انتاج جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه ايضا الى انواع مختلفه من الخضروات. عندنا ايضا الباميه، الباميه الصغيره هذه على كم؟ 8 دراهم. 8 دراهم؟ 8 دراهم للطبق الواحد، كيلو ولا نص كيلو هذا؟ كيلو. نص كيلو تقريبا على 8 دراهم مشاهدينا الاعزاء، شيء عندنا المحلي وشيء عندنا ايضا المستورد، بالاضافه ايضا الى الخيار. ما شاء الله الان ندخل السوق نحصل كميات كبيره من هذه المنتوجات طبعا مشاهدينا الاعزاء، اللي هي المحليه اللي هي الطبيعيه بدون اي اضافات، اللي هي يسمونها طبعا باللغه الانجليزيه الاورجانيك. فمتوفر اليوم عندنا مشاهدينا الاعزاء. والطبق كم هنا محمد؟ 7 درهم. 7 دراهم للطبق الواحد، هذا كيلو تقريبا. كيلو. كيلو ما شاء الله تقريبا كيلو، وانتاج ايضا محلي، مزارع الدوله شر ما خبرناكم، عندنا مزارع العين، وعندنا مزارع الشارجه، وعندنا مزارع الذيد، ومزارع الفجيره، ما شاء الله دوله الامارات طبعا فيها مجموعه من المزارع، وايضا الانتاج هذا اللي نشوفه الان وياكم من الخضروات وايضا الفواكه. عندنا ما شاء الله ايضا الهمبلتينا من اليمن هذه، على كم الحين الصندوق وصل؟ 30 درهم. 30 درهم، بدينا ب 45 40 35، اليوم ان شاء الله في هذا المحل 30 درهم. على 30 درهم. ونشوف ايضا المحلات الثانيه فيها اسعار ثانيه، يعني بين 40 او 35 درهم. عندنا ايضا البابايا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا السريلانكي ولا سريلانكي؟ سريلانكي. كم اليوم؟ 10 8 10 الى 8 درهم. الاسعار السابقه كانت على 12 درهم، الحين نزل السعر شويه بين 8 الى 10 دراهم مشاهدينا الكرام. هذا شو عندنا هني؟ هذا الليمون الحلو. الليمون الحلو الايراني على كم؟ 20 كرتون. على 20 درهم الكرتون. شو عندنا بعد؟ الافوكاتو هذا المكسي، لا هذا الافريقي، هذا افريقي. على كم اليوم؟ كيلو 10. على 10 كيلو، على 10 دراهم مشاهدينا الكرام. بالنسبه لي ايضا الافوكات اللي متوفر اليوم عندنا في سوق الجبيل، وعندنا ايضا الموز. الموز على كم حاليا؟ 5 درهم. على 5 دراهم للكيلو. بالكيلو. الموز دائما بين 5 الى 4 دراهم، والسعر يعتبر ثابت مشاهدينا الاعزاء. عندنا ايضا الشمام الهندي، هذا شمام هندي على كم هذا؟ هذا كيلو 5. 5 دراهم الشمام الهندي، الكيلو على 5. مثل ما تعرفون الان الشمام بعد موسمي، لكن متوفر عندنا يجيكم العماني ويجيكم ايضا الهندي، بس اسعار شويه مختلفه، عفوا اليمن يكون موجود، والسعر يكون بين 8 الى 10 دراهم، وهذه على كم قلنا؟ 5 سنه؟ كيلو 5. على 5 دراهم للكيلو الواحد مشاهدينا الاعزاء. طبعا الفواكه متوفره، لكن حاولوا تون المحلات وتاخذون لفه في هذه المحلات. شكرا، جزاك الله خير. بننتقل وياكم ايضا الى محل اخر مشاهدينا الاعزاء، مختص في بيع ايضا الخضروات باشكال متنوعه، وايضا المحل هذا مختص في بيع الخضروات الأسيوية للجالية الأسيوية. مثل ما تعرفون عندنا جاليات كثيرة في دولة الإمارات وأيضا في إمارة الشارقة، فعندنا المحلات موفرين لهذه الجاليات طبعا أنواع الخضروات اللي هم يحبونها. طبعا عندنا هني مثل ما تشوفون خضروات منوعة تعتبر أسيوية، شيء للسريلانكيين، وفي أيضا للجالية الملبارية، صحيح؟ السلام عليك، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ أنا دامو. دامو. دامو، كيف حالك يا دامو؟ الحمد لله. الحين هذا ما سريلانكا وما شو بعد؟ فلبيني. فلبيني. انزين خبرنا شو اللي موجود عندك؟ شو مال مصر؟ فندال. فندال هذا نعرفه. انزين وكم سعر هذا؟ مصر. ها على كم؟ 6 دراهم كيلو. على 6 دراهم، على 6 دراهم الفندال عندنا المصري مشاهدينا الاعزاء، شر ما تشوفون عندنا هني على 6 دراهم. ودامو هذا شو هذا؟ هذا كابيوكا. كابيوكا اسمك؟ كابيوكا. ايوه. زين هذا مثل بطاطا يعني؟ ما سيم سيم بطاطا مال سالونا. على كم بعد هذا؟ هذا كذا 5 دراهم. 5 دراهم، وهذا شو؟ هذا مال بطاطا سيم سيم مال سالونا، مال هذا
بعد ما الصالونه صالونة. بعد ما الصالونه ايوه بعد ما الصالونه ما شاء الله هذه الصالونه وهذه هذا الصالونه هذا شو بعد هذا سيم سيم بطاطا مال الصالونه ما شاء الله كم نوع بطاط عندك هذا كوركا كوركا اسمه كوركا كوركا فيري نايس بعد لذيذ هذا حلو اه حلو شوف ما شاء الله ابيض هذا ابيض داخل بعد صالونه مال الصالونه هذا بعد الصالونه هاي يبغى لنا حد يطبخ لنا الاكلات هذه بعد بني عندك ان شاء الله سوينا صالونه صالونه هذا ليمون ليمون 5 درهم كيلو هذا 5 دراهم الصغير تقريبا كم سيم سين قال صح على كم بعد 5 على 5 دراهم على 5 دراهم عندنا الاسعار هذه من المصري من التركي التركي هذا هذا تركي هذا من مصر من مصر هذا المصري ايوه وهذا التركي هذا فيتنام وهذا الفيتنام فيتنام على كم 8 دراهم على 8 دراهم فيتنام وعندنا ايضا هذا مال الامبا مال الهندي 12 خضر اللي تينا من الهند على كم؟ هذا واحد كيلو 12 12 درهم 12 درهم للكيلو الواحد ما شاء الله عندنا ايضا هني شوفوا هذا شو هذا؟ هذا مال مورينجا نعم هذه المورينجا المورينجا موجوده شوفوا الموز هني انواع الموز عندنا الاحجام مختلفه الهندي للطبخ وللاكل اللي متوفر عندنا مشاهدينا الاعزاء طبعا عندنا هذه الهندي هذا ها هندي هندي هذا الحلو هذا حلو حلو كم هذا؟ هذا كيلو 8 درهم 8 درهم الكيلو على 8 درهم الذره على كم هناك؟ الذره 5 درهم كيلو على 5 دراهم للذره اليوم عندنا وهني تعال عندك الطماط اليوم على كم؟ 15 صندوق 15 درهم للصندوق الواحد والكيلو على 8 كيلو 8 كيلو يجي هذا 8 كيلو تقريبا ما شاء الله 8 كيلو تقريبا للصندوق الطماط عندنا مشاهدينا الاعزاء وعندكم التمر الهندي التمر ايضا متوفر ما شاء الله على كم الكيلو؟ وهذا كله 12 كيلو على 12 درهم عايبا. كيلو على 12 درهم مشاهدين الاعزاء وهذا شو؟ هذا مال جاك فروت بجر هذا جاك فروت بجر نعم ها بذر الجاك فروت براويكم هنا شويه هذه فاكهه الجاك فروت هذا حلو هذا حلو هذه وهذه البذور ماله شوفون هذا البذر هنا موجود زين هذا شو قاعد ياكلون الحين هذا؟ هذا مال صالونه هذا كله صالونه؟ صالونه ما شيء مقلاي ما شيء مشواي؟ لا كله صالونه؟ ما شاء الله البطاط صالونه وهذا صالونه كل شيء بعد الاخوه اللي يسوون بعد يوفروا لهم ما شاء الله في سوق الجبيل متطلباتهم من الخضروات اللي يحبونها والفواكه مثل ما خبرناكم عندنا جاليات كبيره ما شاء الله مقيمه عندنا في الدوله وهذا جاك فروت على كم هنا؟ هذا كله 10 درهم كيلو ب10 أيوة. كيلو ب10 طبعا من الفواكه اللي هي طبعا تعتبر غاليه كسعرا لكن فيها فوائد كثيره سووا بحث على هذه الفاكهه بتعرفون فوائدها مشاهدينا الكرام بنكمل وياك هني عندنا تعال جزاك الله خير تعال هالصوب عندنا الورقيات هني الخس والخس كم واصل خس كيلو 5 4 خلي 4 كم 4 4 دراهم على 4 دراهم عندنا اليوم الخس مشاهدينا الكرام طبعا الخس دائما بين 5 الى 4 دراهم بالنسبه للاسعار اللي دائما تتوفر عندنا في سوق الجبيل والورقيات الثانيه طبعا الربطه على درهم جزاك الله خير نشوفك ان شاء الله بعد بننتقل وياكم ايضا مشاهدينا الاعزاء وبنكمل جولتنا في هذا السوق الرائع والجميل سوق الجبيل نستعرض ان شاء الله فيها وياكم انواع مختلفه من الخضروات والفواكه بنشوف شو عندنا هني من هذه الفواكه الموجوده السلام عليك كيف حالك تعال بارك الله فيك ما شاء الله ذره زياده الحين موجود في طلب زياده على كم اليوم كيلو 5 درهم 5 دراهم للكيلو سابقا 12 و10 والحين خلاص ماشي اول اركيس الحين على بطل لي واحد خلينا نشوف جزاك الله خير نشوف وياكم الذره ما شاء الله طبعا يا سلام تبارك الرحمن لولو ما شاء الله على 5 دراهم كيلو 5 كيلو ب 5 دراهم الحين كيلو كم حبه؟ كيلو 3 بيجر 3 حبات كبير 3 صغير نعم 4 نعم 4 حبات الى 3 حبات بالنسبه للذره واليوم الكيلو على 5 دراهم مشاهدينا الاعزاء ومستمره هذه الفاكهه موجوده من الذره بعد متوفر عندنا في سوق الجبيل اليوم احنا ندور طماط رخيص كم اليوم الطماط 10 درهم صندوق 10 درهم صندوق هناك 15 15 في شوي هذا كبير عندك 15 وعندك ب 10 الحمد لله حصلنا محل يبيع على 10 وفي محل يبيع على 15 درهم فهذه احنا دائما نخبركم مشاهدينا الاعزاء خذوا جوله في سوق الجبيل انتقلوا من محل الى اخر عشان تعرفون الاسعار الموجوده عندنا مشاهدينا الكرام بالنسبه للخضروات والفواكه مثل ما اخبركم دائما الاسعار هذه تينا يعني البضاعة توصل فترة صباحية فترة مسائية المورد اللي عندك انت غير واللي عندي انا غير يعطيني سعر واللي عندك انت ايضا يعطيني سعر فعسب كذا تكون الاسعار شوية مختلفة مشاهدينا الاعزاء بالنسبة للخضروات وايضا الفواكه متابعينا مشاهدينا الاعزاء طبعا احنا وصلنا معاكم الى ختام جولتنا وفقرتنا الرائعة الجميلة من سوق الجبيل واستعرضنا فيها وياكم اليوم اسعار الخضروات والفواكه وايضا المحل المختص هذا في بيع الخضروات للجالية الاسيوية حياكم الله نشوفكم ان شاء الله في حلقات وفقرات قادمة ومع السلامة.